حبيبي صباح خويا. صباح خويا، لاباس بيان؟ والله بيا الحمد لله. واش حوالك؟ والله غير رحمة ربي. وانت والله رحمة خويا. واش حوال؟ واش الأمور خويا؟ بيتشو راك طيب لهم بصح، راك ماكش قاعد يا خويا، راك ما شخاش الحمد اخو البراب الشوف. ايه نشوف، يعني نشوف راك لله. هاك بيتشو وين الصوت. راك خويا؟ بيتشو انا في فرنسا. احكي لنا حكايتك خويا. بيتشو كيفاش جيت؟ كيفاش احكي لنا حكايتك شوية. والله غير نحكي لك يا خويا، جيت من ترك انا عمار. احكي لنا كيفاش احتجت في راسك خويا تجي على طريق ترك وجيت، وكيفاش وشيت حكايتك. شوف انا كنت في الجزائر، خلصت القرايه فاهم، يوم بعد ما كاين والو، هاك تعرف في الجزائر منا كان اخذنا الاولو. ايوا جاتني البوطي في راسي، ايوا رحت للبوطي. شفنا انا جمال هذاك تاع الربع الاثيران اللي قتلوه، صح شريت يا شفت تاع الماك هذاك اللي كان داير طربوش، اللي حكموه في وهران خارج في بوطي، حكموه معايا في نفس البوطي هذاك. اوه كان هرب في وهران في كريشت. لا اوكي هيا في البوطي ما صلحتش. هيا من بعد كنت تفرج في واحد صاحبي انا، او في البرتغال اسمه ناصرو كاتوزو، كان في الالمان لوك اوف، كان يدير لي لايف هكذا على تريك ترك. انا شيخ سلم يا بيا بيا، قلت له لا غاني طالع لتركم منك. قال لي تم طالعك؟ قلت له راني طالع انا صاحبي. طلعت سيت الضربه الاولى، طلعت لترك ضربت بلغاريا، ضربنا على بلغاريا، مشينا واحد 7 ايام ما تلاقينا لا عسكر لا ابوليس لا والو. لحقنا اليانبول القرية الأولى به نركبو، طيحونا لا بوليس، عاودوا قلبونا، قلبوني للترك. أنا تاني مو كنت مدبرس بلا قش بلا تليفون، روحت للجزائر. اوه كراس ايه قعدت واحد شهر في الجزائر. ايه ندمت، شت ندمت كي روحت. قعدت واحد شهر، اي قلت انا سي بون، عاود نطلع للترك. عاود طلعت للترك، طلعت له 12 اكتوبر، نو 14 اكتوبر انا في الحدود، انا في اديرنا. قعدت، كان كنت انا واحد من سطيف وواحد من زمورة وواحد من البرج. خرجنا ضربنا الشباك، خرجنا تمشينا تمشينا القرية الاولى، طلعوا طوروت لحقنا واحد البلاصة اسمها كومونتيني. انا الريبيري، انا اللي حاكم المارس لوطون. حنا نمشيو في الجبل، عقب علينا واحد مولا موطو في الظلمه، ما شفناهش في الظلمه في الجبال. هو ثاني تاكو يخدم على بوليس، عيط لا بوليس في الليل. يا خويا حنا نمشيو هكذا ويشعلوا فينا لا طورش، ستوب ستوب سيت داون. انا الاول وهما ثلاثه مورايا، انا ريبيري، انا موصيهم، قلت لهم كينت كون يخرجوا فينا لا بوليس نهبطوا للغابه. قال لك في، قلت لهم في في صاي. كي قالنا ستوب، انا بيناتنا ميطرتين، انا طيشت ساكودو هبطت للغابه، وهم في ثلاثه قاعدوا يجريوا كملوا في البيست هذيك يجريوا حاكمو. انا ما بقى لي لا تليفون لا ساكودو لا والو، ومانيش على بالي بالدراري اللي حاكمهم ولا ما حاكمهم، شو وصلتك حاكمهم ومتفاهمين شد كي نتحاكمو. كي نهربو النقطة اللي هربنا فيها هي اللي نعاود نتلاقو فيها باه ما نتفركسوش. خرجت الصباح، انا بت هذيك الليلة خرجت الصباح، دنكت ملقيتهمش، استنيت استنيت استنيت، عيت يا فلان يا فلان يا فلان، ما كانش. ايا واش ندير انا؟ ندور نتبع القبلة فاهم، الشمس من راحة تغرب نمشي معاها، نضرب نضرب، نمشي 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 نمشي، لحقت البلاصه اسمها كومونتيني. اي وليت انا تال وليت وحدي نسقسي، ندخل لي فيلاج نسقسي كلش. هاك البلاصه اسمها كومونتيني، خرجوا فيها لابوليس، كنت نمشي في النهار حاكموني. اي قلبوني للترك، لو طالي قلبوني في الترك ترمو انا ظهري كيفها. كي قلبوني في الترك، الترك كانت ما تاكسبتيش، العباد دي قلبهم مليونير، واش تدير الترك ينفخولك بالام يسرجيوكم في 10 في 15 20 يعاودوا يقلبوك لليونان.
هنا كنا في كشغل كي كانوا يقلبوا فينا، ولا كشغل ولينا في دي جروب فلسطينيين سوارة افغان مخلطين. هيا ولات اليونان تقلب فينا الترك، الترك تقلب فيا اليونان، اليونان تقلب فيا الترك، اليونان الترك تقلب فيا اليونان. 17 خطرة، وفي 17 خطرة هذه ما عندنا بدريات، ما عندنا قش يقلبوك في الغابة. انا كشغل توجور كل ما يقلبوني اليونان نسي كيف نهرب، يعاود يحكموني يعاود يقلبوني. الخطرة الأخرى ضربني بكف عسكري تاع اليونان، قلت له أنا شغل أنا الوحيد اللي كنت نهدر أونجلي ثما، قلت له أنا عندنا 5 أيام كليناش. قال لي ما كانش ماكلة، ضربني. قلت له والله يا الخطرة هذه ما تحكمني. تخيرت نهار فيه ضباب، بس كل غابات تاع اليونان فيهم الكاميرات الحرارية، نهار ضباب صح يحكم من الكاميرات الحرارية بلي كان عباد بصح ما يجيبش الضربة منين. ديت معايا واحد سوري، خرجت انا وياه، خرجنا ضربنا طحنا في نهار تاع ضباب. اي ايماجيني العسكر فوقي هكذا وانا داخل واحد الواد هكذا مداير فيا لاطور طول في وجهي خي هكذا وما شافنيش سبحان الله. خرجت مشينا في لوطوروت يا خويا، حطينا مع لوطوروت مع لوطوروت، خرجنا للمدينة الاولى اسمها الكسندرا بولي، فيها بارك تاع كاميوات. ركبت السوري هذاك مونطا في كاميو البلغاري المقدونيا، بقيت انا جيت نتمونطا طاحوا عليا لابوليس. هاي هاي واش ندير، هربت غدوة من ذاك، زدت مشيت واحد 80 كيلو، لحقت الواحد البارك. شفت الخطر الاولى اللي حكموني فيه طول الاولى، عاود وليت نفس البلاصه. لحقت في نهار تاع نو، ما عندي والو انا تاع دارنا. والمشكل شفت هذاك اللي كان معايا هذاك اللي قلت لك جارنا، كي روح للجزائر قال لدارنا قال لهم راهو راح في الغابه ومن هذيك مانيش على بالي، وانا ما عندي لا تليفون فيها مع شهر ونص على بالهم، لا راني حي لا راني ميت لا تعرف. هيا لحقت للبارك هذاك، لقيت كاميو البانيا، ركبت وانا ما على باليش بلي كاميو ذاك فرغان هذاك وين جاي يشارجي من اليونان. وانا تحت الكاميو، وانا تحت الكاميو غير ذوك ينوض من 5 تاع الصباح، غير ذوك ينوض ذوك ينوض ذوك ينوض 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 نوض على 10 مول الكاميو نوض ديما النو، وانا مشمخ تحت الكاميو مانيش ماكل مجروح في حالة. هيا ركبت في الكاميو ديمارا الكاميو راح صار جمال لوزين، رحت معاه لوزين وانا تحت رون سوكور. هيا من بعد شارجا عاود ولا نفس البلاصه، قعدت واحد زوج سوايع ديمارا الكاميو ديمارا يمشي يمشي يمشي. النهار الاول نهار الدوزيام مشى بيا 29 ساعه، وانا تحتو الكاميو البرد الثلج النو. لحقت الالبانيا في لاباف تاع البانيا، حدرت رحت طول لابوليس تاع البانيا، كنا على بالي بلي صايت الحق الالبان سي بون. الحق طول داوني للسبيطار 3 ايام وانا بس سيروم، فاهم سيروم سمعت. ايوا قلت لك لحقت الالبانيا، لحقت 3 ايام هما مني سيروم، من عطاوني ناكل عطاوني لي زابيا كلش راك فاهم. ايوا من بعد واش قالوا لي، ما حبوش يعطيوني خرطيه باش نكمل بها، قالوا لي ولي اليونان. قلت لهم اليونان انا ماشي تاكسيبتي، قلت لهم راك تشوفوا حياتي كيف راني كيف جيت. قال لك لا لا ولي. ايوا قلت لهم دوك نولي. خرجت للطريق، الطريق هذه منا تهبط لليونان وهكذا طلع للعاصمه لتيرانا، نحكم طريق تيرانا. مشيت 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 واحد 10 كيلو، قال قدامي تاكسيير، قال لي منين انت؟ قلت له انا بولندي، قلت له انا راني نقرا تيرانا من نا تا 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 راك فاهم. قال لي قال لي عندك سوارد بان؟ قلت ما قلت له عندي دراهم ايه وانا ما عندي والو مقلا ما عنديش. ركبت مشى بيا مشى بيا لحق بيا واحد المدينة هكذا حدرت، قال لي اعطيني سوارد. قلت له اي دونت هاف ماني. قلت له تحب نعيط لدارنا يشونجيو لك في الكوم تاعك؟ قلت له انا ما عندي لا تليفون ما عندي والو. ايوا ولا قال لي قال قال زعما حدر حد حدرت. مشيت شويه مشيت شويه، كان نهار شويه نو
وقف في الطريق هكذا ونستناك ما يجيب ربي بيس ولا ما حاجه. انا قالت ولي واحد مولا موطو دني في زمان هكا، قال لي السلام، قلت له السلام، قال لي واه فرام، قلت له فرام الجيريه منا، قال لي وراك رايح، قلت له انا راني رايح لتيرانا، قال لي وكيفك رايح دوكا تمشي منا نو، قال لي اليوم، قال لي دوك نروح نسلك لك في لوتيل تباس. إيه سبحان الله. قلت له قلت له اسكو تقدر تعطيني نعيط لدارنا، باسكو قلت لهم على بالهمش انا راني جيت منا منا تا تا تا، هو يهضر اونجلي بيان. قال لي ما كاينش مشكل، قال لي هاي روحوا لوتيل يرحمها ربي. رحنا لوتيل، لوتيل ما حبش يأكسبتيني، قال لي ما عندوش باسبور منا، قال لي اليوم تبات دوك نديك للجامع، تبات كاين جامع في البانيا الاول، اداني الجامع، هو وصلتك امام في الجامع هذاك. هيا دخلت لقيت المؤذن والامام، جابوا لي قش منا ما كل شيء ربي، عطاوني عيط لدارنا، فوالا راني بيان الحمد لله، راني لاباس، راني بيان، ما خاصني والو. قلت لهم دزوا لي دراهم تاع دارنا، خرجهم لي منا بالباسبور تاعو. ايوا عطاوني هما ثاني شويه دراهم، قعدت عندهم واحد 3 ايام نصلي بيهم في الجامع باسكو ما يهدروش العربيه. هيا عيط الخالي، انا خالي عنده اصحابه في البانيا في العاصمه في تيرانا، خالي انا اللي راني جوال دوكا في فرنسا. قلت لهم اني جاي، قال لهم هو جاي تيرانا منا، قال له فازي. هيا خرجت الطريق راح نركب البيس الاول، كاينه شغل كاينه تيرانا وكاينه واحد المدينه اسمها فيير قبلها، انا قلت يا نركب التيرانا اللي فيها، المهم نركب واحد، المهم نقدم برك، المهم نخطي ديك البلاصه اللي نبعت غير ب 20 كيلو ولا على الكامب هذاك الاول اللي قالوا لي ولي اليونان، يعني كنت نبعت غير 20 كيلو. هيا قاريت البيس الاول ما حبش يركبني، البيس دوزيام قال لي قال لي وين رايح، قلت له ديف التيرانا، انا ما على باليش بلي مع تركب حتى انت الحق بها تسلك، انا طول سلكت اكفاهم تحلب لي بلاني حراك اللي قال قال زعما نسيت حدر حدر حدرت البيس طروازيام. قال لي ركبت نورمال بين راك رايح، ديجا راني متحلب البلان كذا، ركبت نورمال، ركبت مشى بيه البيس لحقت التيران العاصمه. ايا بحر لي تيليفون كيفاه كونتاكتي باه باه يجيو تولي هذوك اللي عيط لهم خالي، انا مازال ما عنديش تليفون. رحت لواحد الماغازا اسمها ذوان، قلت يا اخدم واحد، قلت له قلت له انا راني بولندي وراني نقرا هنا في تيرانا، قلت له اني جيت من 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 البلاصه الاولى ديك تاع البانيا نسيت اسمها، قلت له عندي صاحبي اني او هنا، قلت له انا تليفوني قلت له طاح لي كيركب في البيس، قلت له خاصني نعيط لصاحبي باه. قال لي ما كانش مشكل، عطاني تليفون عيط الخالي من كونتاكتي تنتزتن والبلان وراني قد قد البلاصة. هيا جاوري كي بيراوني، قعدت عندهم 3 ايام، اليوم الرابع قلت لهم انا نروح، انا هنا ما نجيش نقعد نكمل طريقي. هيا كملت حقت البلاصة وسمها شكودر، هذه شكودر شغل تيران شكودر، ومن بعد تجي مونتينيغرو. حكت لشكودر، قعدت نهار ثم في شكودر، ومن بعد قعدت نمشي، مشيت 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 انا رايح للحدود، الحق قال لي اذان المغرب، قلت والله غير اذن، سمعت الاذان قلت والله غير ندخل نصلي ونكمل. انا دخلت هو قال لي الامام تريحت بات، يا راجل كيف، قال لي ريحت بات. قعدت معهم صليت معهم المغرب، صلينا المغرب، جابوا لي كليت عشيت، من بعد لاقيت صلاه العشاء صلينا مع بعضنا، صلى معي واحد من افغانستان مرته البانية وعايش في الانجليز، لبس بيه بيام قدي برك جامبر بوكو تيكي او دي منا، داني سيبيرات قضى لي كلش، ساكو دوب ماكلا كلش، يعني نقول لك ماكسيات شري لي واحد 20 كانة تاع تاع غازوز الحليب كلش لي ساندويتش، وانا رايح غير مونتينيغرو غير الكامب، عباك مونتينيغرو فيها كامب على
الحدود قد انا حاوس غير روح ثم بعد. انا قلت له انا مدي ساكو دوي لي الماكل وكل معي انا. المهم غدو الصباح نفط صلاة الفجر، صليت الفجر انا قلت لك نروح نكمل نمشي وحدي، تبيت هذاك الطفل والامام اللي قال لي ريح تبيت وصلوني حتى للحدود عند الفرونتيير. كيف ايماجيني كيف فات الفرونتيير لا باف هنا كاين واحد فوق ترى هكذا لنا هنا فايت في الترا وانا وحدي فايت على الترا في الترا في الترا في الترا وانا ديجا عندي النقاط. اعطاني تليفون واحد تليفون صغير هكذا هذاك الافغاني استالي فيه لابليكاسيون كلش. لحقت الكامب الاول هذاك تاع مونتي نيغرو لقيت واحد تزيري يخدم على لي بومبي معناتها لي بومبي تاع مونتي نيغرو. قلت له فوالا انا راني رايح العاصمه تاع مونتي نيغرو. عيطت للطاكسيير لقيت زوج من ايران ثم في الكامب. قلت لهم بان براديو في الطاكسي فاهم هاك تعرف قانون راي واحد يحرق لازم ما يسلكش بزاف. هيا طلعنا قالوا لي تخرجنا على دخلنا البوسنا. قلت لهم ندخلكم. قالوا لي قد قلت لهم اعطيني صنبان ندخلكم معي. قالوا لي في هيا عندي البلان هاك تعرف انا توجور ريبيري هيا ديجا عاود لي كيبيرة الاموال وكلش. دخلتهم معايا قالوا لي زيد قدمنا سراييفو نزيدو كونت باسي كونت باك. قلت لهم فوالا بازي قدمتو معايا سراييفو. لحقنا الكامب الاول تاع البوسنا قعدنا 3 ايام. من بعد انا سلم عندي تليفون صغير ذاك عيط لي بابا قال لي عيط لي واحد سوري وقال لي انا فلان وهذاك الاول السيد الاول خلاص اللي ركبته سكو كان كاتب النيميرو تاعي بالحموم في ورقه وداها معاه. عيط لي تلاقيت انا وياه في البوسنه جا من هو يكشف خدم مقدونيا صربيا عاود حضر البوسنه جات والي للبوسنه قلت له نضربوا كرواتيا مع بعض. انا قال لي فوالا زين هو كبير فلاش كبير وما يشوفش. هيا ضربنا لحقنا الحدود تاع كرواتيا البلاصة اسمها ليبيانا. ايام بعد خرجنا للحدود طلعنا لواحد الجبل كشغل في الفراس الجبل هذيك هي الحدود الجبل هذيك في 1500 وعندي لي فوتو عندي كلش شنين ذوك من بعد نعتم لكم. هيا طلعنا ضربنا لحقنا للتران ركبنا طلعنا للعاصمة تاع كرواتيا زدنا ضربنا توزلا دخلنا لسلوفينيا قعدنا يومين في سلوفينيا. خويا بيشو شحال قعدت يعني في الطريق هذيك وباش دخلت لحقت لسلوفينيا يعني شحال المده؟ واحد الدوموا واحد روما باسكو انا شغل عليك شغل كان ما عنديش تليفون ودرت ديبوز فاهم وهذيك 17 خطره اللي كانوا يقلبوا فيا اليونان لتسرك فاهم تسمى هذيك 17 خطرة ضايف يعني. الو سمعت اي قلت لك دخلنا لسلوفينيا من بعد ضربنا غوريتزيا دخلنا الطليان انا دخلت الطليان لبرومي جون في 2024 دخلت في لاباف عادي ديريكت ما كاين والو باسكو الليله هذيك ليله الريفيون كنا ساكنين هنا تعرف لابوليس منا ما كاين والو. ايام بعد فيرونا ميلانو تورينو جا خالي ريكيبيراني من ثم باردونيشيا وسوريا ذاك معايا مازال معايا يعني مازلت مديها معايا. ايا دخلنا لحقنا الله قار تاع ليون دزيت لوكسمبورغ راح لوكسمبورغ سوري وانا كملت لفرنسا. يعني شحال المده كامل يعني كامله يعني الحكايه تاع 3 شهور ونص هكذا. شوف لو 12 اكتوبر خرجت من الجزائر
لو 3 جانفي انا في فرنسا. قول لي، احكي لي يعني اصعب حاجة صارت لك في الطريق هذيك، يعني المشاكل، المشاكل اصعب حاجة صارت لك في الطريق يعني. هي اليونان، لا غريس، يعني حوايج صارت تعذيب، لك، وفيزا، حوايج انواع ديجا صارت لك. العذاب، تشوف انواع العذاب، انواع القهر. شوية كانوا معايا ثانية، شفت واحد لي كا ثانية مقودينك، تعرف كي كانوا يقلبوا فينا تاع اليونان الترك، كانوا معنا عائلات تاع سوارة مع مولات صغار، كلموا هذاك هذاك البوطي اللي نفخوه هنا، هذاك فلوتا تاع الماء، كي تخلوا خرج الاولاد صغار راحوا في الماء، يا لطيف، وين نشوف فيه؟ ما اقدر يا اخويا، ايماجين لا شحال في عمرهم الاولاد هذو؟ صغار، اديهم الماء ما فجأة. صغار صغار، هي دهم، والام تشوف فيهم هكذاك، وانت ما تقدر تدير والو، زعما انت تقول نهبط، والله ما تقدر تهبط، ما والو، غير كانت والديهم تسمع به وماتهم، نار ايفروس. يعني وش كانوا يعيطوا؟ يعيطوا ويبكيوا، وش راح يديروا؟ واحد يقول لهم عيطوا لنا، شوفوا لنا المنظمة منا، وكل واحد كيفاه، والماكلة ما كاش، عذاب منا هاك تعرف. السم اخويا بيشوف، تحكي تقول باللي يركبوكم فورسي ويركبوكم في هذاك القارب والمشكل الساحلي. شت اللي يركبوك، يركبوك شغل العباد مديرين اللي كاقول هاك فاهم، ما يركبكش العسكر تاع اليونان، يركبوك تاع الافغان مخلطين، دير اللي كاقول هما اللي يركبوك ويديوك فورسي يسمى، ما تقدر دير والو، تاع ما تقدر تقول نضرب، ما تقدر دير والو، ما تقدر دير السما يقول لك اركب وروح تموت على راك. ايه، اركب وروح، المهم السما يوصلك وخلاص، لو كان واحد ما يعرفش يوم، السما يركب في القارب ويتقلب بوضع يموت. يموت، ايه يا لطيف، يموت. انتوما يعني كركبت نورمال فتو عادي. كي شغل نقول لك كيفاه، انا كي قلبوا فينا انا نورمال، انا شغل توجور مبوزي روحي في بلاصه مليحه، اكفاهم تعبيت فيه تكنيك، هذه يلا غالب، هذه شغل استراتيجيات، انا كنت ريبيري اكفاهم، انا توجور بقوالبي، انا ريبيري تاع مابس تاع طرطيق، تاع دخلات تاع خارجات، توجور لازم نصلح قلبي، نركب في بلاصه مليحه، نعرف وين نركب حتى ويفلوت النورمال، انا فاهم من واحد تبقى حكم فيه. ايه، حتى هو الاخر نورمال، واحد سما ويعوم، سما مش كيما هذوك ديقامه صغار، فاهم؟ هما فاتوا معنا بزاف ناس، حكاو لنا باللي صحابهم ماتوا توالا، يعني ديهم ما يزيدوش يبان، وقال لك يطيح ما يزيدش يبان، تجيب له الكورة من تحت. ايه، هي الكورون تجبدك، فاهم؟ يا المهم هما لطيف، كي يوصلوك يربط خيط هي في الحدود تاع الترك، وخيط في الحدود تاع اليونان، باهي انت شغل الخيط تقعد تجبد في الخيط، وهو يعاود يسحب هذاك باش يزيد يسارجي جروب، وجروب الاخر يزيد يجبدك، فاهم؟ ما تقدرش زعما تقول كون نطردقو ولا ما نعاودش نقلبو، ولا باسكو كون يحكمك العسكر تاع الترك يعاود يقلبك اليونان، تعاود تتكروازا بيهم نفسهم، راك فاهم؟ سما السما مدايرين فلوكة صغيرة يجبدوا، ايه، وبعدين وشت يزيدوا هذا، يديروا وهذا هذا فلوكة مش صغيرة. في القانون تاع اليونان، والله هذا وكشلهم مخالفين، راك فاهم؟ كنت تسمع بيها من المنظمة، وهما لا ينحيوا لك التليفون وينحيوا لك الأمارات، ما تقدرش مصر مصر. تكونتاكتي تاع هذا، فاهم؟ كنت كونتاكتيهم، والله سماك ديني كارثة. وقول لي، وهذوك الويد يعني تاع كرواتيا، ذوك الويد الكبير هذا كان واسعين، وقالوا لي هي هما واسعين كبار، راني نهر إيفروس ايفرس معروف وكبير، برضه. نهر نهر، وهذا كبير يعقب على سلوفاكيا، شتو الواد كبير يا جدك هذاك. ايه ذاك هو واد كبير كبير كبير، هو حاكم الحداد اكيد، ما راهي شنو صح حدود، صح انا النهار السلوفاكي شتهم، الواد هذاك عملاق، السفن الكبار اللي داخل نورمال ما يغرقوش. ايه يا لطيف يا لطيف، صعيبة يا جدك يا. هذه هي. زيد زيد احكي لي قبيله، حكيت لي على كي حكموك وحرقوا، قلت لي بيضربوك، يعني وش راك تما يعني؟ خاف يدوك يورينا كيفاش ضربوه، يعني تعرف التعذيب خونا، دوك يوري لكم طريقة برك، اكتب يا يعني خويا، تجمع يعني الطريقة دي خاوتي، ماهيش مفرشة بالورد، يعني راك راح تعيش تموت واحدة من الزوج يا جماعة، فهمت يعني؟ انا ما نقدر نقول حتى واحد واعره، وما نقدر نقول حتى واحد سهله، احنا خاوتي نحكيو قصص الناس، مغامرات تاع الناس، انا ما كنسمع خاوتي، وننصحوكم خاوتي، اختيكم الطريقة هذيك خاوتي، ما ترحمش.
كارثة الطريق هذيك يا جماعة، مش سهلة، تدردت بزاف تزيري هذيك خالتي، ماشي 100 وماشي 200 وماشي 1000 وماشي 2000 تزيري ما في الطريق هذيك، بالأول وفات يا جماعة. ما فهمتش ده ما يجي طالع بسم الله. كارثة يا جماعة، هذيك الطريق دات بزاف أرواح يا جماعة، الأول وفات مئات كانوا الآلاف. اسمع، قبل ما نخرج من كرواتيا رايحين للبوسنة، خليت جروب غدوة يخرج مرايا. بكشغل انا خرجت العشية وهو خرجت الصباح، والجروب هذاك راح يخرج العشية. خرجت انا الصباح، انا خدمت الجبل هذاك، خدمته في النوطون تاع الصباح هاك فاهم، ديجاناك شغل اكنايض ويسماك شبعار قاعد، هما خدموا العشية. كي لحقوا الراس الجبل تعبوا، لحقوا جوية 12 تاع الليل تعبوا. انا قلت لك الجبل ثم كونج دي الحالة، رقدوا ساكن، كي رقدوا توفوا. يا لطيف، في قدام من معد خمسة عملون صابهم ليش وداروا داروا في لي باجو كل سما، الله يرحمه ويستر. جزائريين هذو زوج جزيرية وثلاثة مغاربة. كيف مساكن كانوا رقدوا جمدوا يا ايه حاضر، تلمو سخانة خاوتي والساقية عليك تربط تموت، كارثة بزاف. الكاسنا والناس بزاف يحكيوا لي، قال لك لقينا بزاف يلقاو العباس في الطرق يطايشوا. يا لطيف، وذي بقى ضربوك هذي ضربونا بواحد القرم ما قدا كشغل فيهم كل بيناز. يا لطيف، يا مسامر هذوك مسامر. ايه وانت تلمو حشك لخماج، انا انك شغل كنت ضارب ديجا طريقك فاهم، ضارب واحد 7 ايام غاباتو منه، وزادو حكموني وعاودو يقلبو فيا في الماء والخماج والواد ومنه ومنه فاهم، وزيد الضرب والماكلة ما كانش والدواء ما كانش فاهم، كارثة. كارثة وخلاص. وقول لي يا خويا بيتشو، اخويا برجع انا اسمع فيه خويا بيتشو، قول لي احكي لي بعد واش كان الشعور تاعك بعد ما وصلت يعني فرنسا وكذا ومنها، وكنت تفكر وتتفكر هذو المعاناة اللي فاتوا عليك، واش تقول فيه، واش تقول فيه، واش تقول فيه مع روحك، واش تهضر مع روحك؟ وش نقول؟ انا نقول الحمد لله باللي راني لحقت، انا اللي كانوا معايا في الجزائر وانا لحقت اوروبا. وش راح نقول؟ الحمد لله اخويا. هاني كيف كنت، هذه في البانيا، هذه اول فوطو في البانيا. ميزيريا ديجا زعما والعالم هنا مدوشتو، زعما مدوشوني شويه لهنا. هاي ديفيرونس، شوف ترى تمام، كنت سمين تمام ملهيها اخويا. ديفيرونس، شوف هنا باللحية بالك بارك، هنا نوزن باللحية الرطال الواقعي، ما نوزنش مرة. هنا واحد ست عد الحق يخمط، هذا واحد وش بيع عينك؟ هنا عندي باراليزي فاسيال، هنا صارت لي مطريق، انا والله شلل نصفي هنا تي فوا. ايه وي دوكا هام، انا دوكاني مع الميديكامون يسو سي بيان، دوكا سي بيان صافي من الطريق هذيك تسمى مات لك نص. فوالا من البرد، شتا خاوتي الميزيرية يا جماعة، البرد الطريق شتو خاوتي. يعطيك الصحة، في الله يفتح مساك. وكاين بزاف ناس يعني ماتوا يديهم تقصوا، وانا فات شفت بزاف ناس بعثوا لي دوك تصاور. نحكي لك، عندي دوك نعت لك تشوف اللي هنا فوتو تاعهم، هذم كالدراري. شت كي كانوا كي الدراري هذم، انا تلاقيتهم عرفتهم في الكامب في البوسنة. كي لحقهم ساكن هم ضربوا بلغاريا صربيا، كان ذاك البرد ثلج، شاكن قاعدين يمشيو في الجبل، واحد زرق وكرعيه هو ما قدرتش، ما وش راح يدير، قاعد يمشي بيهم يكمل يمشي بيهم. كي الحق حشك صباعه في ربعة تاع كرعيه خماجو قصوهم له دي طايوهم لنا هنا فار اكزامبل، هذا كراع نحاولوا هكذا بقى غير نص كراع. وكاين واحد مغربي نحاولوا شغل ام زوج نصاص تاكلي دوك هم دي او ام دايرو في اليوتيوب، ام داير فيديو نداء ومن هنا شفت ولا بيو بزاف. ها كاين بيك اب بزاف، كل واحد كيفاه في الطريق هذه. وش هي هذه الطريق؟ فيها زعما فيها هي تاعك، كي تلحق الاوروبا اخويا تلحق طايب غربه
تعرف وين تاكل وين تشرب، الهدف اللي جيت فيه على جالو راك فاهم، ماشي كيما واحد كان في الجزائر تهزو في بوطي تجيبو لاسبانيا يلحق مشوكي بلوكي راك فاهم، كيف كيف واحد معقب 11 غربه وواحد معقب هذاك وين يبدا الغربه كيف كيف راك فاهم، سما كيما انا لحقت سما على بالي كيف الماناج وين ندور وين ما ندورش وين ناكل وين نشرب فاهم، مش نتبع واش ما نتبعش. صح، جيت على الصلاح. قول لي خويا بيتشو، يعني انت واش هو الهدف تاعك كي جيت للغربه هذه؟ باين الهدف اللي جيت على جالو انت اللي جيت على جالو انا، هذه الهدف اي واحد جاي لفرنسا باينه باللي جاي على جال لارجون على جال بال فينيغ على اي حاجه، المهم ينظم حياته ينظم الحوايج اللي ما لقاهمش في الجزائر يلقاهم. قول لي اسكو، يعني اسكو تقدر يعني حياتك تتحسن بعد ما تحرق؟ يعني اسكو حياتك تتحسن؟ تقدر تتحسن هنا شغل كاين دي شونس فاهم، كيما انا كنت في الجزائر رحت جات دارمي ما صلحت، درت فيزا ما صلحت، بوطي ما صلحت، انا المهم انا جامي قريت ما صلحت، خدمت ما صلحت، قال لك لي مشاو شاف خير من اللي حاش بالسيف. انا نمشي وانا نشوف عجبتنا انا قاعدين ما عجبتنيش نبدلو، انا كون ذوق غدوة تخدم لي في راسي نحرق للميريكان نحرق للميريكان، هي عاود خويا نهبط للجزائر نعاود نعلق فيزا الارجنتين البرازيل مانيش على بالي عاود نضرب. هي خويا بيتشو، الغربة تبقى علامة استفهام، يعني واحد ما على باله كيفاش تكون غربته وكيفاش يا يحكي. تشعل لك يا تطفالك يعطيك الصحة. قول لي يا خويا بيتشو، اسكو انت اسكو جبت معك ميتي صنعة؟ يعني والله جيت ايه بلا طاي. على بميتية واش تخدم؟ نخدم بلاك ولا بينتي ولا بلومبري نخدم كلش، كل شيء سما تو تورسيون. اني دوك اني خدام بالميتي قداش قعدت في فرنسا وباش بديت الخدمة؟ من نهاري انا نخدم، انا قعدت بروبوزي 3 ايام سكمات ما قعدتش ما نكذبش على اخويا، دي فوا بالسبت والحد ونخدم تخدم كل يوم؟ ايه يلا واش راك تخدم دكتور في فرنسا؟ هاني مع الميتي تاعي البلاك ولا لابينتي ولا بلومبري، اسكو الخدمة ديما كل يوم خدام ديما متوفرة؟ دوكا كيف ديبلاسيو قولي بيشو، اسكو راه مدير لك يعني كيما نقولوا يعني فيش دو بي اي ولا ديكلاري باينة هذه لازم بيا؟ باينة هذه ها مالا نقعد غير هكذاك باينة عمار خويا لازم تحسب لازم تكالكيلي. سمع اخويا بيتشو، حياتك اليومية الا في العمل تبكر انا صباح تخدم؟ نو هو كاين نهارات نخدم نهارات راك تعرف نهارات نخدم نهار بار اكزومبل بالجمعة ندير بروغرام سا ديبون مع باربيكوين سا ديبون في نخرج البواط سا ديبون راك تعرف حالة لي زورو فيها وخلاص. حال لا جوناس. قول لي يعني خويا بيجو، يعني راك تشوف في روحك باللي اوروبا هذه راح توصل بها الاهداف اللي كنت تتمناهم في البلاد؟ مازال درك انا هذا وين انا بسم الله كيما راني نقول لك هاي قد عندي ملي دخلت انا عندي واحد سموا ما عنديش انا بزاف، عندي كان عندي هدف وحققته ديجا راك فاهم، كان عندي دين قبل ما نجي انا دراهم اللي جيت بيهم لاوروبا خاطر الاولاد زفت الدراهم للدار ونحيت علي المشكل راك فاهم، بيان تي فوا سي فيت فيت بيان بيان. ايه ديك هاي كيلو خلاص شحال في تعرف عمرك اخويا بيتشو؟ اني في 24 بيانتو 25 الله يبارك، مازال صغير. الانيفيرسير تاعي عقبتها في الغابة 5 ايام مانيش ماكل ما عندي قش وحدي لو 30 اكتوبر خويا انا العام عقبها بيان، راح نعطيك واحد النصيحة اللي اتفضل. غير لك وبالك انت ما نبغيش بيها، عندك باللي هنا في اوروبا كاين حتى اللي يحسدك في اللاج تاعك، عمرك يحسدك فيه؟ انت صغير 24 سنة وتلاقى مع واحد هو كبير ومازال ما دار والو وتقول له يقول لك شحال في عمرك؟ تقول له يحسدك على ماك. المشكل اللي تهدر لي عليها انا في واحد لافيل اسمها موريسون، موريسون هذه ما فيهاش العرب تيبا العقليه هذه تلقاها غير عند ليزوروبيان عند لي زاراب فاهم، عندي زوروبيان تدخل الصباح ما يسقسيك ما تسقسيه ما والو صافا صافا لاباس كومون سو سباس بولو منا يسقسيك امورات تاع خدمه منا ما يسقسيكش على امورات شخصيه فاهم، انت قداه تسلك والله قداه واش راك مدير في حياتك منا فاهم، ما يسقسيكش امورات سما كون ما تحكيهمش انت صح.
ما مش راح تحكي ولا حكيت. اودي انا اقصد اصبر ما معناني عرب لافيل ما فيهاش العرب بزاف، لا ما من ما البلاصه بار اكزومبل كون جيت انا في ليون والله مانيش على بالي، ما تلقاش هذه زعما تاع الخدمه ومنها، فاهم؟ وزين نعطيك نصيحة، تفضل. إذا راك حاب تسلك وتنجح في غربتك كثر من معرفة النساء، معرفة النساء يخلق زين معرفة الرجال. زين هذه يا لي نقول لك انك خارية مقلبة. فهمت أخويا؟ زين شوف هذه ديك الخطوة قول ديك لك، شوف الوقت شفت المرة، شوف دوك نعطيك انا الكود اللي لقيته هنا في اوروبا. شفت المرة تاع المكلارون خي، تعلمك كيفاه الدور، تعرف ناس، تعرف بلايص وين تاكل، تعرف كيفاه تصرف، تعلم بزاف حوايج سيرتو مع الجاورية. واما الاصدقاء السوء هذوك، واحد يقول لك واش تزوج، شحال في عمرها مرتك، مين عرفتها، يحسدك حتى في مدامك. على بالي على بالي ثم اخويا معرفة النساء خير من معرفة اشبه الرجال، وتحيا الرجال، كاين الرجال اللي زوم. صم بكم عمي لا يفقهون. سلمين وكتفين هنا. نشوف، وكاينين ثاني الفراشات هذوك اللي ياكلوك دراهمك كما قال لك على اخويا. بالي على بالي انا مزير ومطلوق، فاهم؟ مزير في جهه ومطلوق في جهه. واعرف مين تحكمني برك، انا نشيله في جهه ونتحكم في جهه. واللي خويا لازم وش هي اسمع انت تقدر، اسمع تقدر تقول لي اعطيني عيني عينيك، فاهم؟ نعطيهم لك، تقول لي اعطيني الصوارد ما نقدرش. عيني شت عيني اعطيهم لك، والله غنعطيهم لك صواردنا. لا مدخل والديك يعطيك الصحة. اللي يقول لك عندي عطيني صار أهداف، أنا مزال عندي أهداف، مزال مزال. هذه هي اخويا بيتشو. وقول لي اخويا بيتشو سقسيك، ونقولوا احنا راك درت الدراهم ودرت كوارت، اسكو مع مرور الزمن مع مرور الوقت نهبط تبدل لتزاي وجهك؟ باينة هذه. وكيفاش خويا بيتشو، السؤال مطروح، كيف انت هربت من البلاد وكحبت تولي البلاد؟ ماشي كاسي تولي تولي البلاد على اساس عندك اموراتك، اكفاهم الحوايج اللي ما قيتهمش، اكفاهم في الجزائر. الجزائر مش نقول لك انا مش مليحه، مليحه ومش مليحه، تقعد فيها غير مش مليحه، تقعد لاباس بيك بيا، عندك خدمتك، عندك مش اكفاهم، عندك كيف تقتات، عندك دار، ثم المتطلبات الحياه عندك، واش تقعد دير هنا؟ اكفاهم جي بريفير نهبط للجزائر، نصلي صلاتي في وقتها، خدمتي بيان، كفاهم تقول والديا تقول منها، كفاهم هذه غربة. انا مش نقول لك زعما اني في الجنة، هو عندنا والدين، عندنا فامي، عندنا هو خوتي اللي ريسك بحياته هو الحق، ربي يعطيك فرصة ثانية باش تحسن حياتك. كاين خاوتي الفرصة وماتوا في الطريق، خاوتي ما قامش ربي. انت مادام خويا ربي يعطيك فرصة وحركت وجيت وصلت، استغل الفرصة هذه، خدم على روحك. جيب وين شهر شهر. اسكو تحب الجزائر انت؟ نحبها كجزائر كبلد، فيه والديا، فيه انا كون ما جاوش والديا ما نقدرش نقول لك الجزائر نبدل البلاصه واحده اخرى، فاهم؟ شوف بلاد واحده اخرى، والدي الله غالب، فاهم؟ باسكو انا الجزائر ما عنديش حاجه تفكرني زعما فيها حاجه مليحه درتها. انا قلت لك الحوايج اللي نسيت بها نديرهم وما صلحوش، ما صلحت لي لا قرايه لا خدمه لا مقاديه لا والو. بصح اسم، بصح اسمح لي، بصح تفتخر بأنك جزائري. باينه هذه كاين. انا كانوا معايا في الطريق ميقول مغاربه، ما يقولوش انا احنا مغاربه، يقولوا احنا تزيريه. والله ما نزيد عليه كلمه، بسكو على بالنا بلي تزيريه. مام هنا في اوروبا، مام هنا في اوروبا انا شفتهم ما يقولوش باللي احنا مغاربه ولا احنا توانسه، يقول احنا جزيريه. قال بهم جزيريه بيان خدامه، وهذه هي. صح. ربي يوفقك اخويا، ان شاء الله ربي يوفق اخونا وربي يوفقك. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله.